تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء البارد اللطيف اللي إن شاء الله يتبعه باكر الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا إذاعتنا المتميزة دائما إذاعة نور دبي. أول شيء نرحب بالطاقم الموجود معايا اليوم معايا المخرج ناصر السليمي، صبحك الله بالنور والسرور، ومعاي كالعادة ميرا ناصر محمد سليم. شكرا محمود، ومعي طبعا محمود اللي تدخل في النص لازم يتدخل ما يخلي يقدم البرنامج على راحتي. صباحك خير محمود. صباحك الله بالخير ميرا الاخصري معنا في التنسيق. كنت بكمل اسم يعني الحرمة بس ما تعطي مجال. صباح الخير دكتورة. صباحك ورد. حلو هذا، شوف صباح سميتي صباح البراد البارد اللطيف. البارد اللطيف حلو. أجل ان شاء الله عاد يا رب تمطر، اللهم ارزقنا يعني الغيث، ان شاء الله يكون امطار رحمه ان شاء الله ويكمل جو جي لطيف وجميل عشان نستانس بالاجواء في البلاد. طيب ارقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسالة النصية على 4006، وموجودين لايف كالعادة على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام. طبعا كل قنوات التواصل هاي عشان ترشونا مقترحات، شكاوي، شكر، أي شيء تحسوا ممكن يساهم في تحسين وتطوير القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. طيب نبتدي يعني حلقتنا بهذه الدراسة اللي حقيقة يعني وايد خطيرة. يقول لك على النساء الحذر، طلاء الأظافر قد يسبب التهاب الكبد أو الحساسية. شاء دكتورة مو بصابغة أظافر؟ لا لا أبدا، هاي طبيعتي. حذر العلماء من أن الأشخاص المسؤولين عن وضع طلاء الأظافر للنساء في صالونات التجميل قد لا يتبعون التعليمات الخاصة بالنظافة، مما قد يسبب ترك الزبائن معرضين للخطر كالإصابة بالتهاب الكبد سي والحساسية، حيث لا يتم تدريب خبراء التجميل على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو التي تستخدم في تركيب أو طلاء الأظافر، خاصة مع تجنب العديد من العمال استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل قفازات نظارات السلامة، الأقنعة الحامية من الغبار عند التعامل مع المواد الكيميائية. وما شاء الله في مواد كيميائية اللي يحطون الحريم؟ هي أكيد محمود، يعني في مواد من شو يتكون عيل صبغ الأظافر؟ أوكي، في مواد كيميائية ويسوي تحسس فعلا يعني. زين. المهم أوصت التحذيرات بضرورة السؤال عن استخدام الصحيح في حال الجهل بها، خاصة عند التنظيف بشكل غير صحيح أو إعادة استخدام الأدوات التي يمكن أن تجعل الزبائن عرضة لخطر التهاب الجلد التماسي، وهو شكل من أشكال الأكزيما، وكما يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لمجموعة من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تتسبب أيضا في نقل فيروس التهاب الكبد بي وسي، كما يوجد مخاوف أيضا من تعرض الزبائن للمواد المسببة للسرطان مثل الفورمالديهايد. وياي الاستوديو بعد ياي الاستوديو بصبغة أظافر. لا مو يسوي ما يسوي هني تحسس، هو هناك خلال الوضع يعني لأن تكون ريحة المواد الكيميائية اللي فيه قوية. هل الموضوع محمود يطرح لحظة هني هو تكلم أصلا عن الجهل بالاستخدام الصحيح وإجراءات الوقاية المفروض يعني يتبعونها عند التنظيف بشكل غير صحيح أو إعادة استخدام الأدوات. خلينا نركز على هذه النقطة. شو الأشياء اللي المفروض الحريم
ينتبهون له في هذا الموضوع. حتى الرياييل بعد هي والله الرياييل يسوون شو اسمه تنظيف الجلد الزايد وشي. فهالنقطة مثل ما قلت لك وايد مهمة ترفع شو إجراءات السلامة لازم نتبعها لما نصير أي صالون نسائي كان أو رجال يعني يقدم هالخدمات. أول شيء نتأكد إن الأدوات تنفتح قدامك، لا تقبلين أي أدوات مفتوحة وتجيب لك إياها، رجعيها على طول قولي لها هاتي المفتوحة تفتحها قدامك. ليش؟ لأن هالأدوات تعقم تعقم تلاقونها مسكرة وتفتح قدامك. ليش تضحك محمود؟ يعني تخيلت ان جابت لك ادوات مسكره وتقولي لها هاتي المفتوحه. لا هاتي افتحيها قدامي، هي مسكره افتحيها قدامي. مثل غرشه الماي. هي مثل غرشه الماي. رقم اثنين، الافضل انا عن نفسي دائما اقول اللي يشتغلون في الصالون البسي قفاز. ليش؟ اول شيء ما تعرفون شو الامراض اللي تكون عندها هي، يعني مو كأنا كزبونه، هي كعامله في صالون شو ممكن تكون امراض عندها؟ ممكن يكون عندها امراض جلديه، حساسيه، فطريات في ايدها، ممكن انت ما تنتبهي لها وهي تسوي لك الخدمه، ممكن يكون عندها مرض عن طريق الدم ممكن ينتقل اذا جرحت نفسها اثناء تأدية الخدمه لك ممكن تجرح نفسها. رقم ثلاثة، الافضل بعد ان انت اذا بتسوي مثلا شيء في يطلع مواد أبخرة مثل فورمالدهايد، مثل ما تسوون الأصابغ صبغ الأظافر اللي يكون جل اللي يحتاج يحطونه داخل أجهزة الألترافايلت، تطلع شوي روايح. الأفضل إذا أنت من نوع اللي تحسس تحطين ماسك أو تغطين الأنف خلال هذه العملية عشان ما تتحسسين منها، لأن العادة البنات محمود وايد يعني وايد تبدل وتحط، فكل مرة تتعرضين لها ممكن يسوي مشاكل في الجهاز التنفسي، فناخذ شوي احتياطات لما نروح الأماكن. زين الحين السؤال، ليش تصبغون أظافركم؟ هو من ناحية تجميلية. ومحمود بعد حتى مو بس في أظافر اليد، حتى في أظافر القدم. حط حنة إن شاء الله لما نصير الصالون، لما سوون بديكير تنظيف جلد القدم، الحين كل الصالونات لازم تكون ملزمة، وتوقع معظمها إذا مو كلها يستخدمون اللي هو ديسبوزيبل، القطع البلاستيك اللي تنحط لما تخلصين تنشل، ما نستخدم نفس الحوض أنا وزبونة ثانية عشان ما ننقل لبعض الأمراض. انزين السؤال الثاني، في يركبون اظافر، هذا تركيب الاظافر بعد ممكن يسبب امراض وتشوهات في الاصابع لان في تركيب يكون مو مؤقت محمود، يعني مو بس اليوم، في تركيب مثلا مده اسبوعين او شهر. هذا زين؟ هذا مو زين او مو زين، يعني تركيبه لازم تحطه داخل جهاز الالترا فايلت يطلع ابخره وروائح، فممكن بعد يسوي تحسس، ممكن يسوي رد فعل تحسسي في الاظافر نفسهم. انا مره جتني متعامله العياده صابها رد، كانت اول مره تركب اظافر على صبعها وياها رد فعل تحسسي كبير، كل اصابعها انتفخت من المواد الكيميائيه الموجوده. فيا بنات اذا انت ما تعرفين هل ممكن تتحسسين او لا، دائما خبري اللي تشتغل في الصالون، قولي ترى مثلا اول مره بحطها او ما استخدمتها من قبل، تسوي لك تجربة أو تست تشوف هل تتحسسين منها ولا. ونفس الشيء حتى على صبغ الشعر، كثير من الناس رجال ونساء يجون العيادة متحسسين من صبغات الشعر، دائما اطلبوا التست، حطوا لكم شوية على فروة الرأس تتريون ساعة أو تروحون ترجعون ثاني يوم، وتأكدوا إنه ما يسبب لكم رد فعل تحسسي، لأن رد فعل تحسسي خصوصا في الرأس محمود جدا مزعج. إذا شو هذا الفورمالديهايد؟ فورمالديهايد هي مادة موجودة في كثير من المواد التجميلية، في صبغ الأظافر موجود، في بعض المنظفات موجود، يطلع ابخره، مشكلته انه يطلع وايد ابخره، لو سخن يطلع ابخره وايده، فممكن يسوي تحسس، ممكن يسوي نوع من عمس من السرطانات في الجهاز التنفسي لو تعرضنا لفتره طويله، موجوده حتى في المواد الكيميائيه اللي تستخدمها في المختبر وغيرها، فضروري جدا تغطين انفك، تلبسين ماسك، او تسوين شيء يطلع يعني في داخل الاجهزه هاي بيطلع ابخره، لبسي ماسك. تركيب الظفر الدمار للظفر الطبيعي. وطبعا كل شيء له عرضه، تركيب الظفر حتى طلع الاظافر يخرب طلع الاظافر الطبيعيه. انزين انا سالت السؤال، ليش تركبون، ليش تحطون هذه الامور يوم ان هي تسبب كل هذه الاشياء ومواد كيميائيه، ليش تحطون؟ انا بقول لك شغله في دراسه. انزين بس خبريني ليش، جاوبيني ليش. الدراسه ولا قبل؟ قبل الدراسه. اوكي، الناحيه تجميليه طبعا. عشان شو؟ ناصر يقول ما بيحصلون معرس. أنا بقول لك على هذه الدراسة، يقول لك حتى أن في دراسة فيها وايد نقاط كانوا يتحدثون فيها عن أن النقاط اللي ممكن تجذب الرجل ناحية المرأة، فيقول لك كل ما كانت المرأة مكياجها خفيف، الأمور التجميلية أخف، هي جذابة للرجل أكثر. هذه دراسة عالمية كانت. زين الشغلة الثانية يمكن عند الأجانب لا، وتحدثوا عن الأظافر، حتى أظافر النساء
زين ان تكون طبيعيه يعني هي طبيعيه مو بطويله حتى اذا كانت اظافرها عاديه مو طويله ولا شيء هذه من النقاط اللي تجذب الرجل اعتقد هالدراسه مسوينها في القرن الثامن عشر لا القرن الثامن عشر كان يسوون اكثر عن شيء زين كانوا الحريم بعد المكياج الحين بعد رحم الله والديه اللي اخترع المكياج احسن من شو اسمه عن القرن الثامن عشر عموما الخلاصة يحطون صبغ أظافر ولا ما يحطون حطوا ولكن التزموا بتعليمات السلامة لما تروحون هذه الأماكن لأن نسبة انتقال العدوى جدا كبيرة انزين حطوا على يعني بمعايير السلامة وإذا ما تحطوا بعد صالون زين يا بنات يعني لا تروحون أي مكان وخصوصا لأن الصالون زين حتى يفحص الموظفات اللي عنده ما تبغون تحطون هذا الحين الدكتور نادى حاطة عشان شيء ما تبغي إيش اسمه لكن أنا أقول لكم لا تحطون أحسن أسأل أي ريال بيقول لك نفس الكلام اللي هو شو فعلا أنا ويد الدراسة أوكي صح يلا نسأل أي ريال هذا إذا مستمعين إذا حد عنده تعليق بعد يتصل فينا عقب الفاصل يخبرنا تعليق على هذه الدراسة ولكن أيضا بنتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن مؤتمر طب الأسرة بتكون معنا الدكتورة وديعة شريف رئيس جمعية الإمارات الطبية لطب الأسرة بتحدثنا عن هذا المؤتمر اللي بتنطلق فعاليات إن شاء الله في الغد فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام طيب دراسة صحيحة اللي كنا نتحدث عنها مصبغ الأظافر بس ما تنطبق على العرب للأسف وتقول أن طيب ليش العربيات مهووسات بالتجميل وتغيير خلقة رب العالمين على فكرة النسبة حاليا عند أطباء التجميل الرجال أكثر من النساء شوفوا الرجال الرجال قاموا يروحون عند أطباء التجميل أكثر من النساء هني لأن ما يقدروا يحطون مكياج منطق ست البيت اللي تسوي كل شيء بديها من أكل وتنظيف لا تفكر بطلاء الأظافر ناصر قال لي صح ناصر قال صح ايه كفو عليك يا ناصر زي أنت شو رأيك والله ممكن لو حتى تلبس قفاز وتنظف بيتها وتطبخ لحظة عادي لحظة انا ما ابغي رايك اشوف فضفورك دكتورة وديعة شريف ايه دكتورة وديعة شريف موجودة معانا في هي رئيس جمعية الامارات الطبية لطب الاسر قبل لا ندخل في موضوع المؤتمر شو تعليقك على هذا الموضوع اليوم يعني موضوع التي ناصر اشوف متحمس على الموضوع اعطيناه شوية وقت اكثر حياكم الله محمود وندى ويعطيكم العافية على الاستضافة صح موضوعكم جدا شيق يعني ممكن نطلع شوي احنا من جو المؤتمر طلاء الأظافر بحد ذاته مثل ما قالت دكتورة ندى مش موضوع يعني منهي عنه لهالدرجة هو بالأحرى احنا اللي نخاف منه إجراءات السلام المتبعة في الصالون نفسه حزت ما الموظفة يعني مساعة وهي تنظف لازم تكون الأدوات يعني نظيفة معقمة هذا بالدرجة الأولى هاي من ناحية طبية لأن احنا نخاف من الالتهابات اللي ممكن تنتقل سواء كانت كبد وبائي سواء كانت حتى أبسطها من البكتيريا وأشهرها طبعا الفطريات المواد الكيماوية بعد كذلك اللي ممكن تؤثر على بالضبط المواد الكيماوية طبعا احنا عندنا عدة مواد كيماوية بدرجات مختلفة موجودة فيها فننصح فيها لما يعني أفراد المجتمع خاصة من النساء وحين مثل ما ذكرت الدراسة يمكن حتى الرجال يعني لما يون في استشارات طبية عن خلال المراكز الصحية ننصح فيهم مواد تكون أخف صحيح. على الثانية على فكرة أنا بعد هذا الكلام حق ناصر مخرجنا أيضا هذا الموضوع ما ينطبق بس على النساء على الرجال كذلك صحيح. وفي مواد الحلاقة نفسها كذلك هذا الموضوع صبغ نفسه صبغ اللحية بعد وصبغ اللحية وغيره فمرحبا بغينا حسابكم على الانستغرام حساباتنا دكتورة على DHA_Dubai على الانستغرام ونور دبي بعد كذلك موجودين طيب نرجع لمؤتمر طب الأسرة هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الأول والثاني ولا الأول الأول نعم. مؤتمر الأول بتعطينا نبذة عن المؤتمر دكتورة وندري إن ما شاء الله يعني الفترة الماضية كنتوا في خلية نحل تعملون لإنجاح هذا المؤتمر فخبرينا شو هو هذا المؤتمر وين بيكون وكيف الواحد يشارك فيه نعم
بإذن الله إن شاء الله راح ينطلق المؤتمر باكر الخميس. المؤتمر تنظيم جمعية الإمارات الطبية لطب الأسرة بالتعاون العلمي والحصري مع الأكاديمية الأمريكية، وراح نستضيف المؤتمر لأول مرة إن شاء الله في دبي، وبيكون يستضيف المؤتمر إن شاء الله مجموعة كبيرة من يعني الحاضرين من أطباء طب الأسرة الأطباء المقيمين في طب الأسرة إن شاء الله في منطقة الشرق الأوسط. متوقع إن شاء الله المؤتمر أن يستقب ما يعني ما يقارب أكثر من 800 حوض يعني من الحاضرين، يعني إن شاء الله حالياً هم مسجلين أوردي، ويمكن إن شاء الله حتى أنسات ريجستريشن يعني حزة التسجيل في المؤتمر ساعتين يمكن إن شاء الله يصل العدد لألف، هذا هو المتوقع. إن شاء الله 1800 إن شاء الله بإذن الله. أنا وايد عندنا أطباء أسرة، ليش وينهم ليش ما حضروا؟ هذه دعوة نحن نوجهها لهم يحضرون من منبركم هذا، يريت والله. بس أنه صراحة أنه حاليا إحنا كأعضاء المسجلين في جمعية الإمارات الطبية وصلنا ما يقارب بعد 1400، فعدد الحضور من 1400 هالعدد استل إحنا نعدل إن شاء الله، هذا إنجاز إن شاء الله. إن شاء الله دكتور تسجل معهم في الجميع؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بتسجلين ولا بحاول أسير إن شاء الله؟ لا مسجل الدكتورة معانا، بس بنحاول نسير إن شاء الله محاول. ممتاز. فالدكتور وديع، شو أهمية مثل هالمؤتمر يكون أول مؤتمر الطب الأسرة يقام في الإمارات في دبي، وشو المحاور الرئيسية المواضيع اللي بتطرحونها شو هي؟ نعم، هي أهميتها لأن ليش يعني إحنا فكرنا فيها كأول مؤتمر إحنا راح نستضيفه من خلال الأكاديمية الأمريكية، American Academy of Family Physician، هاي أكاديمية أمريكية معروفة، مسجلين عدد المسجلين في الأكاديمية نفسها تقريبا 125 ألف عضو من أطباء الأسرة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. هالمؤتمر يقام سنويا في أمريكا عندهم، وطبعا يجتذب أكثر من 4000 حتى يوصل عدد عندهم إلى 6000 شخص مشارك في المؤتمر نفسه في العالم، يعني تسافر لهناك إلى أمريكا عشان يحضرون هالمؤتمر. فلذلك ارتئينا كجمعية الإمارات طب الأسرة أن نستضيف هذا الحدث الكبير اللي يشهد للكل بالنجاح، أن نستضيف في عدنا في دبي. طبعا فيها عدة محاور، المحاور الأساسية هي نفسها اللي طرحت في مؤتمر طب الأسرة اللي كانت في أمريكا في سبتمبر 2017. يعني احنا بنسجل بنفس الشيء، نفس المواضيع اللي طرحت في مؤتمر طب الأسرة في الأكاديمية الأمريكية في سبتمبر الماضي، ومع نفس الفاكلتي يعني نفس الأعضاء نفس المحاضرين المناسقين هم نفسهم راح إن شاء الله هم اللي بيسوون المؤتمر، فكان كوبي أو بيست أوف من المؤتمر الأساسي اللي أوريدي طرح هناك في أمريكا. جميل. المتحدثين منوهم دكتورة وشو وزنهم في يعني في التخصص طب الأسرة؟ نعم، المحاضرين نفسهم هم 8 من الفاكلتي الأساسيين، هم يعني من الأكاديميين اللي هم في التوب رانك في الأمريكان أكاديمي، هم نفسهم اللي راح إن شاء الله يكونوا موجودين طبعا بقيادة الفايس بريزيدنت نائب الرئيس الأكاديمية الأمريكية، وهذا الأول مرة هو راح يطلع من الأكاديمية اللي عندنا في الدولة ويشرفنا، لأنه مهتم جدا التعاون أنه يكون على مدى إن شاء الله السنوات القادمة، بحيث أن نطور من يعني مستوى التعليم وجودة الخدمات المقدمة عندنا في الهيئة وفي البلاد إن شاء الله. هني دكتور أنا أبغي أقول يعني وجود مثل هؤلاء المتخصصين العالميين اللي يجون على إمارة دبي، فبتكون هي شغلة جميلة لالتقاء الأفكار، التقاء العقول، وأيضا تبادل هذه الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. بالضبط. بتحضرين قلتي؟ ان شاء الله نحاول نحضر ان شاء الله. اكيد. والدكتوره طبعا اهمها تعرف شو اللي قاعد يصير، احنا عندنا نعرض فيها اخر مستجدات مثل ما ذكرت يا محمود، يعني عندنا the recent updated clinical guidelines. هاي الكلينيكال جايدلاينز هي عباره عن ان اخر الارشادات الطبيه اللي احنا نتبعها لعلاج وتشخيص الامراض سواء كانت الحاده ولا المزمنه، وطبعا هذا كله تستند على ابحاث طبيه، اخر الابحاث الطبيه اللي يعني اوريدي طرحت وعرضت في المجلات الطبيه العالميه واوراق العمل وكذلك المقالات الطبية، وهذه كلها مبنية على البراهين اللي احنا نسميها evidence based medicine. ممتاز. في سؤال هني. هي. بس للدكاترة هالمؤتمر الناس بتحضر؟ لا، كل الهيث كير بروفيشنالز احنا فاتحينها للكل، لان مثل ما قلنا احنا سواء كان من اطباء ولا الهيئة التمريضية وكذلك العاملين في المجال الطبي بشكل عام. بالضبط، الطاقم الطبي كامل. ممتاز. نعم. زين دكتورة وديعة، طبعا هني السؤال بما انه مؤتمر للطب الأسرة، ممكن بس نسلط الضوء على شو أهمية طب الأسرة؟ الناس وايدة تعرف إن طب الأسرة مهم، بس طبعا من عندك أنت يكون غير يعرفون أهمية طب الأسرة. كفاية وجودك هنا يا دكتورة ندى في المحطة، وأنت يعني تبتين برسائل إيجابية كل يوم الصبح مع أستاذ محمود ما يقصر ويانا. طبعا دائما زين قلتي اسمي يعني. تفضلي.
دور طبيب الأسرة ما يقتصر فقط مثلا أنه يقعد في عيادته ويشوف المرضى بصورة يومية، وطبعا هذا دون الأساسي، لكن إحنا دورنا expanded أكثر، ممتد لمجال أكثر. إحنا صحيح. إحنا دورنا يعتمد بالدرجة الأولى مثل ما يقول دائما محمود، إحنا خط الدفاع الأول صحيح. فإحنا عن طريق مراكزنا الصحية، إحنا اليوم الحمد لله يعني شكلت هيئة الصحة من عن طريق إدارة المراكز الصحية أكثر من 85% من أطباء اللي هم أوريدي مؤهلين بشهادات علمية عليا. يعني عندنا أكثر من الطاقم الطبي من أطباء الأسرة أكثر من 85% هم أوريدي اليوم حاصلين على شهادة البورد العربي، الزمالة البريطانية، ماجستير في تخصص طب الأسرة. فهذا يعني يوحينا لأي درجة إحنا ممكن قادرين إحنا نوصل بجودة الخدمة والارتقاء فيها من حيث نشر الوعي الصحي للمجتمع، كذلك تشخيص الحالات وعلاجها طبعا. والدليل أن نزلت عدد الحالات اللي حين قامت تحول للمستشفيات إلى ما يقارب تقريبا أقل عن 2%، فهذه نسبة عالمية يعني إحنا نعتز فيها. ممتاز. طبعا محمود في نقطة مهمة يعني عن دور طبيب الأسرة مثل ما قال دكتور وديع، بس زيد على كلامك، الناس ما تعرف انه ممكن طبيب الأسرة يعني يعتبر جزء من الأسرة فعلا، مو فقط طبيب. يعني احنا الناس يجون العيادة محمود يقولنا مشاكلهم مع عيالهم مع ريايلهم مع أمهاتهم، يعني تكون فضفضة اكثر من الطبيب. هاي مشكلة هذه. لا مو مشكلة، تعرف ان لما المريض يفتح لك قلبه ويقول لك مشاكله في البيت يساعدني 70% اوصل التشخيص ماله. اخواني وخواتي الله يخليكم، مشاكلكم في البيت خلوها في البيت، خلوها بينكم وبين بعض، الريال وحرمته بينه وبين بين حرمته، لا يدخل لا امه لا ابوه ولا اخوانا، لا حلوا مشاكلكم لان احنا طرف حيادي، احنا نسمع بس ما نتدخل. هو نوع الفضفضه يعني تسمعي ما تتدخلين، بس انا متاكد ان في الا اذا استدعت الحاله ان الواحد يتدخل، لكن احنا كل عندنا دكتوره زين ما تتدخل دكتوره واحده، لا احنا عندنا احنا موقعين الايثيكال كوندكت يعني احنا عندنا اخلاقيات الطبيب بالدرجه الاولى، واحنا موقعين قسم الطبيب الهيبوكراتيك اوث، فهذا احنا ما نقدر يعني نتخطى يعني صح. حتى بريتش كونفيدنشياليتي الخصوصية هذه ما نتعداها، طيب. يحق للمريض أن نحافظ عليها. لا هو المشكلة أن يعني هم ما أعرف شو أقول لك دكتور، بس واحد تفتح هذا والثانية تأخذ سمونه لا 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 إحنا علاقتنا مع مرضانا في هالزمن وايد مضيعين الخصوصية، هذا حد يقول في هالزمن مضيعين الخصوصية. والله بيني وبينكم يعني الآن مسألة الخصوصية شوي مختلفة، برع موضوعنا هاي بالها حلقة بروحها. ممكن معلومات كيف نحضر، وين المكان، وتقول هي صيدلانية تقدر تحضر جدا حياها الله. احنا من باكر المؤتمر مثل ما قلنا من يوم الخميس وين؟ من تاريخ 11 على مدى 3 أيام بيكون في فندق ماريوت ماركيز جي دبليو ماريوت ماركيز. كم اسعار الدخول دكتورة والاشتراك او مفتوحة؟ حاطين $250 $250 للثلاث أيام. إذا حد حضر اليوم الثاني. حضرش عمل بالعكس، يعني هذه يمكن إحنا عدنا حاليا يعني يعد إحنا خليناها خلينا الرسوم رمزية هالمرة لأن معنا الغرض الفائدة بالضبط، لأن نبغى نجذب أكبر عدد من الحضور إن شاء الله. معتمدة من طبعا المؤتمر برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كذلك هي معتمدة وسبورتد بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، واللي هي اعتمدت لنا المؤتمر ب 32 ساعة تدريبية طبعا، بالإضافة إلى طبعا وزارة الصحة والوقاية وهيئة صحة أبوظبي، ومعنا كذلك مساندتنا جلسة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية. نحن شاكرين لكم يعني جذاب هذا المؤتمر إلى منطقة الشرق الأوسط لأول مرة من خلال هذا المؤتمر، اللي نتمنى إن شاء الله يعني تحقيق الاستفادة من خلاله. طبعا الفوائد الكبيرة اللي تستفيد منها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص من استضافة مثل هذه المؤتمرات الطبية، فوائد كثيرة جدا. أكيد يا محمود، وإحنا شاكرين دكتورة وديعة تواجدت معنا اليوم، صراحة وجودك كان إضافة جميلة، وإن شاء الله نأمل أن كل حد يسمعنا من طاقم طبي سواء كنت صيادلة أو أطباء أو من طاقم تمريض أنكم تحضرون هذا المؤتمر، لأن ما شاء الله كم المعلومات والزوار بيكون موجودين فيه والضيوف ضخم، وممكن ما تتكرر يكون فرصة مرة ثانية إن شاء الله بإذن واحد حيتكرر المؤتمر إن شاء الله السنة الجاية. إحنا على أمل إن شاء الله نكرر المؤتمر إن شاء الله. وأنا كل الشكر طبعا للطاقم الموجودين هنا، يعطيكم العافية ويعطيها العافية أستاذة موجودة معنا أميرة الأخفلي. ميرا الأخفلي نعم. صراحة شكر خاص لإدارة جمعية الإمارات الطبية لطب الأسرة بقيادة دكتورة موسى شرهان على مساندتها لنا لتنظيم واستقطاب مثل هذه المؤتمرات. زي ناصر ما شكرتي. ناصر ما قصر ويانا يعطي العافية. هي دائما تشوف الحريم تشكرهم.
دكتور شكرا لك دكتورة وليعة شريف رئيس جمعية الإمارات الطبية لطب الأسرة. إذن المؤتمر تنطلق أعماله غدا، هذه دعوة لكم لحضور هذا المؤتمر والتسجيل من خلاله. في رقم تواصل للتسجيل شيء دكتورة؟ احنا اوريدي حاطين على ويب سايت الامريكان، نعم على ويب سايت الهيئه موجوده، وكذلك على ويب سايت جمعيه الامارات الطبيه لطب الاسره موجوده كل ارقام التواصل. نعم، وفيهم التواصل مع المنسقه اسمها جورجيانا. شكرا لك دكتور حد كاتب. منوره دكتوره وديعه. صباحكم الله بالخير. منوره دكتور وديعه متميزه دائما بالتوفيق في المنتدى. شكرا لكم. فاصل وراجعين بعد الفاصل، ما نتكلم عن خدمات ال 24 ساعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل عام، ومركز على مركز البرشة أكيد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المتميزه دائما اذاعه نور دبي. قبل الفاصل قلنا نتكلم عن خدمات ال 24 ساعه في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. يا دكتوره اليوم نحن عندنا ضيفه لا لا خليني اقدم، انا حافظ الاسم غير ما اقرا. هل هالضيفه ما في داعي اقرا اسمها؟ بلشنا. معانا اليوم في الاستوديو الدكتورة عليا رفيع مدير مركز البرشاء الصحي في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير، نورتينا دكتورة عليا. حياك الله دكتورة ندى، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. حياك الله دكتورة. أنا أول مرة أشوف دكتورة ندى تطلع لين غرفة الضيوف وتجيب الضيفة لداخل الاستوديو أو الضيف لداخل الاستوديو. عادة ياسة هني ما تتحرك. لأن إحنا خوات، إحنا فريق واحد في المركز. ونسوي سبورت يعني. أنا بجلس الحين عنصر محايد وخليكم أنتم بروحكم شو اسمه تحاورون. وإذا شيء ما عجبني بدخل في الموضوع. لا لا عليك محمود. دكتور علي، طبعا واحدة من الأشياء اللي تميز مركز البرشة أنه هو يوفر خدمات الـ 24 ساعة. فشو الخدمات اللي توفر على الـ 24 ساعة في مركز البرشة الصحي؟ دكتورة ندى، طبعا احنا نعرف ان مركز البرشة بدأ في تطبيق خدمة الـ 24 ساعة في عام 2013 بتاريخ 17/9. طبعا تجربة الـ 24 ساعة كانت اول تجربة عالمية تعتبر ريادة عالمية لهيئة الصحة انه تطبق خدمات طب الأسرة على مدار الساعة. طبعا هذا كان يعتبر تحدي وكانت تعتبر تجربة وليدة. عملنا فيها بنش مارك مع 26 دولة وكنا احنا الدولة الوحيدة اللي بدت بهاي الخدمة. طبعا تم تجهيز المركز بطريقة معينة، اعداد الكادر البشري، الاستثمار في الكادر البشري، في الكادر الفني، لما قدرنا طبعا نبدأ ان احنا نقدم خدمات طب الأسرة للحالات شبه الطارئة والحالات اللي تحتاج العلاج على مدار الساعة. حاليا المركز طبعا يقدم خدمات طب الأسرة على مدار الساعة، يرافق هذا طبعا بعض الخدمات المساعدة والمساندة مثل خدمات التمريض، مثل خدمات الأشعة وخدمات الصيدلة، وكذلك خدمات المختبر. ممتاز. لا كملي دكتور، أنا اليوم أبغي أسمع بس إذا حد عنده أي شكوى أو أي ملاحظة على مركز البرشة انزين يتصل فينا على 0055414. لا اول مره محمود يقول رقم التواصل، ما راح طبعا نحن نسميها شكاوى، احنا نسميها دائما ملاحظات. ملاحظات أو في التطور. ايوه يعني ما نقول اي حد عنده ملاحظات لتحسين الخدمات في هيئه في مركز البرشه يخبرنا. صح، احنا في هيئه الصحه عندنا شيء اسمه الكونتينوس كواليتي امبروفمنت اللي هو تطوير الجوده المستمر. فاحنا هاي الملاحظات اللي توصلنا من زوارنا هي اللي تساعد احنا نحسن الخدمه لانها تكون من منظور المتعامل. زين الحين نحن نعرف ان مراكز الطوارئ او ال 24 ساعه هي في المستشفيات تكون، وانت ذكرتي نحن الدوله الاولى على مستوى العالم تطبق مثل هذه الخدمات في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. هنا ابغى اتكلم كيف ساعدت هذه المراكز في تخفيف العبء على مستشفيات الهاي، وبالتحديد أنا أتكلم عن مستشفى راشد، مركز الطوارئ في مستشفى راشد، يعني اللي يستقبل الحالات الطارئة بحكم موقعه في نصف إمارة دبي، وأيضا من خلال الإمكانيات المتوفرة في المستشفى. نعم طبعا احنا نعرف ان طبيعة الحالات اللي يستقبلها مستشفى راشد ومركز التروما هو عبارة عن الحالات الطارئة في مركز التروما او الإصابات والحوادث. النظام المطبق في هيئة الصحة حاليا هو نظام
النظام الكندي لتقسيم الحالات الطارئة، فهي تقسم من 1 إلى 5. خمس حالات. طيب 4 و5 طبعا الحالات اللي هي الشديدة واللي تحتاج إلى تدخل علاجي سريع، وهي الطارئة والخطيرة. لاحظ في عمل إحصائيات أن أكثر من 75% من الحالات اللي توصل اللي هي الحالة 1 و2 أو 3 اللي هي الأقل، عفوا العكس، من الحالات اللي هي ما تحتاج إلى علاج أو تدخل سريع. فاللي صار أنه صار طبعا صارت عدة اجتماعات للاتفاق مع مستشفى راشد أن تحول هذه الحالات على مركز البرشة ومركز كذلك ند الحمر الصحي. النتيجة كانت أن احنا الحمد لله قدرنا نخفف الضغط بشكل كبير على مستشفى راشد. وضعنا مؤشر أداء أن احنا نحول تقريبا 1% من الحالات اللي نستقبلها، واللي صار أن احنا صرنا نحول 2% فقط. يعني بدل ما نحول 1%، لا احنا حولت اكثر، حتى اقل بعشر اضعاف. فصرنا نحول من كل 1000 حالة نشوفها في مركز البرشة نحول 2 فقط لمستشفى راشد. ممتاز. ايوه، في خلال سنة 2017 لما عملنا الاحصائية، طبعا لما تسكر المراكز الصحية تسكر الساعة 9 وتفتح 9:30 وتفتح الساعة 7 الصبح، ففي هالوقت مركز البرشة يمسك كل المنطقة الجغرافية، كل المنطقة الجغرافية ابتداء من منطقة بر دبي وطالع. أوكي. فاللي صار عندنا شو، ان احنا شفنا تقريبا 21,000 مراجع في هاي الفترة. كان ممكن هذا الرقم يتوزع على المستشفيات اللي هي مستشفى راشد، مستشفى لطيفة. فطبعا ما شاء الله 21,000 انشافوا عندنا في المركز، واحنا اللي نحول فقط 2% منهم لمستشفى راشد. طيب هني انا السؤال اللي ما بطرحها عليك بطرحها على دكتورة ندى. دكتورة، متى يجب على المريض ألا يتوجه إلى الطوارئ في المستشفيات، ومتى لازم يروح هناك؟ يعني بشكل ثاني، متى لازم يجيكم ومتى لازم يروح الطوارئ؟ طبعا السؤال بكم شقين، شقا بجاوب عليه وشق الدكتور علي بجاوب عليه، بما انها مديرة المركز، انا هني مذيعة اليوم. فبالعادة محمود احنا دائما يعني اقول ولا ما يحتاج؟ لا تقول ما اقول يلا. طبعا احنا المركز يقدم خدمات على مدى 24 ساعة، ولكن احنا نبال الجمهور يستوعب فكرة انه هو ليس مركز، يعني مركز مثل مركز طوارئ او الاصابات الحوادث الفراشد، مثلا حوادث السيارات، الناس اللي يكون مثلا عندهم حوادث السيارة، الناس اللي تكون عندها مرض، كيف اقول يعني حالات الشديده، كسر حوادث، سقوط، هالاشياء نفضل دائما المتعامل يتوجه الى المستشفى. ليش؟ لان احنا في نهايه المطاف لازم احوله على المستشفى، انا ما عندي قدره مثلا اجبس له في العياده مثلا، او انه يكون في طبيب عظام موجود عندي مثلا، او طبيب متخصص مالتي تروما اللي يكون في حوادث السيارات اللي يكون في اصابات في اكثر من مكان. الافضل تتوجهون الى المستشفى في مثل هالحالات، تكون ما تتوجهون الى العياده. الشق الثاني شو؟ عند الدكتور علي. اللي هو شو؟ اللي هو شق ثاني، يعني تكملة جواب هذا السؤال. أوكي. طيب هو نحن طبعا نعرف ان احنا عندنا في تقسيم حالات الطارئة، اول جزئين منهم هي عبارة عن الحالات اللي تحتاج تدخل سريع، اما يكون مباشرة لحظي في اول لحظات او خلال 15 دقيقة. لما توصلنا هاي الحالات مثلا الجلطات القلبية، عفوا الجلطات الدماغية، الله يعافي الجميع، الكسور الكبيرة، حوادث السيارات، اول 15 دقيقة او نص ساعة في علاج هاي الحالات تعتبر غاية في الاهمية. تحتاج تدخل القلب، تحتاج تدخل الدماغ، اذابة للجلطات. فلما يوصل المريض لمركز البرشة الصحي، طبعا احنا جهزنا المركز بحيث يقدر يستقبل حتى هالحالات ويقوم بعملية توفير الاستقرار الطبي لها ثم تحويلها لمستشفى راشد. لكن شو المشكلة تكون؟ ان ضاعت اول 20 دقيقة اللي تكون الدقائق اللي يسمونها الذهبية، الجولدن مينتس، هذه تكون راحت عندي وانا قاعدة احول المريض. فلذلك احنا دائما ننصح المرضى ان اذا كانت الحالة خطيرة بشكل كبير، حادث سيارة كبير، الله يقول بداية اصابة بالجلطة، التوجه مباشرة لمركز الحوادث في راشد. نحن نقول يتصلون بالاسعاف اول شيء. أيوة. يعني في الحالات الطارئه هذه اللي يعني تمر سياره الاسعاف تاخذهم. أيوة. فهذه سيارات الاسعاف هم عارفين كيف يقيمون الحاله وين المفروض يودونه. لكن مع ذلك احيانا بس واحد يروح للمستشفى في زكام ولا صداع ولا كذا، ويروح المستشفى، هذا دكتور يعني يعطل نفسه بعد كذلك وبيشوفونه وياخذ فرصة مرضى آخرين. بالضبط. فهي المسألة يعني أنت لازم تقيم على أساس أن يكون هنالك وعي عند الشخص نفسه. صحيح. أن حالته يقيمها، هل يشوف أن هي حالة طارئة ولا مش طارئة. أيوة. على ضوء هذا الموضوع يتصرف. بالضبط. المشكلة وين نحصلها أكثر شيء؟ عند الأطفال دكتورة، أولياء الأمور، أي شيء يصيب الولد هذه حالة طارئة، ألارم عنده بالفعل. لأنه ما يعرف يتعامل معه بعد محمود، يخاف أنه ما يلحق يوصل المستشفى، فيبقى أول مسعف طبي أو أول طبيب يقابله اللي هو أجربه طبعا العيادة عشان ينقذ حياة طفلة أو يتدخل عشان ينقذ حياته.
زين، هلا والله بطب مركز البرشة، كلكم خير وبركة. شكرا، يا مرحبا وسهلا. طيب دكتورة، أنا أتذكر أول ما طلعت منظومة أني أنا أسوي المراكز الصحية 24 ساعة كان هنالك تذمر من قبل الكادر الطبي، أطباء وممرضين وكذا، كانت أنت محتاج أنك أنت تبني منظومة جديدة لهذا الموضوع. أيضا كان هنالك بعض التذمر كذلك من قبل العملاء نفسهم، لأن المسألة ما كانت ستيبل ولا مستقرة، هي عبارة عن تغير جديد في الخدمة. هذا الكلام شفناه كذلك حتى في تطبيق العديد من الأنظمة في مراكز الصحية الأولية، ولكن مع الأيام تثبت أن مثل هذه الأنظمة هي كانت في مكانها، بس مجرد الواحد يأخذ عليها. فأبغي أعرف شو أبرز الملاحظات اللي كانت تتيكم، والحين نحن وين وصلنا؟ كانت أبرز الملاحظات التينة أن كان الكثير من المرضى يشوفون أنه مركز طبعا مفتتح على مدار الساعة، فتينة كل الحالات البسيطة وغير البسيطة في هذا الوقت. فكان مثلا حتى اللي يبغي يسوي فحوصات بسيطة أو يطمن على نتيجة تحليل أو يأخذ دواء هو موجود عنده، يجينا في أي وقت. بعضهم يكونون مثلا مدامين في الفترة المسائية فيطلع من الدوام يجيك. فكنا لما نحاول نفهم المريض أن هذا هالوقت إحنا نأخذ الحالات الطارئة أو شبه الطارئة، وبعض الحالات اللي تحتاج العلاج كان يحدث بعض التذمر. بس طبعا مع الأيام، مع ما إحنا كنا نوعي المرضى أكثر، نقبل بعض الحالات اللي هي مثلا إذا كان شخص كبير في السن أو بالفعل محتاج الدواء، بدأ الأمر لا يخف ويصير الأمر واضح. يعني صار عندي وعي مجتمعي كامل بطبيعة الحالات اللي أقدر أتقبلها في الفترة المسائية. طبعا عدد الأطباء وعدد الكادر الموجود في الفترة المسائية أقل من الفترة الصباحية والمسائية، فلذلك تعاون المجتمع معانا أمر مهم جدا لنجاح هذه المبادرة. بالضبط. هي طبعا نسبة رضا العملاء عنها كانت مرتفعة في أنها توفر لهم الخدمات أقرب للمنزل، سهولة الوصول، بالإضافة أنه صار في المركز يعني قمنا بتجهيز المركز أصلا بشكل فني كامل. فمثلا عندنا أمور تكنولوجية أكثر، عندنا أدوية بشكل كبير، دخلنا الإنزيمات القلبية، دخلنا مجموعة كبيرة من التحاليل اللي تساعدني أني أقدر أستجيب الحالات الطارئة بشكل أكبر حتى من بقية المراكز اللي ما تعمل على مدار الساعة. في رسالة إيجابية جدا واصلة على الإنستغرام من أختك. لا والله مو بختي. أوكي. يقول والله أحلى مركز، سرعة وسهولة للخدمة، كوفي شوب، أشعة، صيدلية، قسم أسنان، جدا متخصصين، هدوء، شاشة معلومات، حتى لوحات المعروضة على الجدران حروف عربية جميلة، ناقصكم مسبح وتصيروا منتجع. صراحة ما شاء الله. قدمي اقتراح جميلة جميلة الرسالة. في ملاحظة أنا عندي يمكن هي ما لها علاقة بال24 ساعة، ثقافة الشكر مرة كنت تعرضت لها الدكتورة ندى. ثقافة الشكر من المتعامل تخلينا نقدر نشتغل بضعف صحيح. الكفاءة بروح عالية، وتخلي الموظفين مستعدين يقدمون وايد أكثر. بالضبط. فأنا أشكر صحيح. كل من يقدم الشكر للموظفين وللمركز. طيب إذا هذه المسائل الخاصة بخدمات الـ 24 ساعة، المسائل اللي يجب أن نعيها في عملية تقديم هذه الخدمات، كيف الواحد يصنف هذه الحالات، وين يتوجه، ومتى يتوجه للمراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتى يتوجه إلى المستشفيات. يعني أنتم تأخذون التصنيف 1 و2 و3 عندكم دكتورة؟ احنا أربعة وخمسة ناخذهم عندنا. 4 و5 اللي هم مش طارئة، اللي هم غير الطارئة. أيوة. أوكي. توصلنا حالات طارئة أحيانا ونتعالج فيها ونسوي لها اللي هي احنا نقول stabilization أو استقرار، ونحول على المستشفى. بس مفروض 4 و5 عندي في المركز، 1 و2 اللي هو الطارئ أو المستعجل يكون في مستشفى راشد أو دبي حسب الحالة. طيب ما نطلع شوية خارج موضوع الـ 24 ساعة، تم استحداث بعض العيادات الخاصة في يعني خاصة بعد خدمات الـ 24 ساعة، تم التركيز على افتتاح العديد من العيادات الخاصة في هذه المسألة دكتورة. يعني من ضمنها عيادات الصداع. صحيح. فخلينا نتكلم عن العيادات اللي تم استحداثها يعني في المراكز الرعاية صحية. الصحية الدولية. طبعا احنا كان واحدة من اهدافنا هي اللي هي توجه حكومة دبي ان يكون عندنا منطقة وحيدة للمتعامل، بحيث المتعامل يدخل المركز يحصل جميع الخدمات موجودة في نفس المكان، اللي حتى في الدول الغربية يسوونه ون ستوب شوب. فهذه المنظومة طبعا احنا نحاول نوصلها في مراكزنا ان المريض يقدر يحصل جميع الخدمات في نفس المكان. تم افتتاح عدة خدمات، مثلا اول شيء قمنا بافتتاح عيادة الصداع، عندنا
شيء الجميل في عيادة الصداع أن في عندنا عيادة الصداع الذكية اليوم كانت موجودة على انستغرام دكتورة ندى. عيادة الصداع الذكية هي مبادرة تسعى لأنها تخلي دبي المدينة الأذكى في العالم، وأن إحنا يكون عندنا تطبيب عن بعد، عندنا الروبوت موجود في المركز يتم طبعا توصيله بمستشفى راشد في كل أربعة اللي هو اليوم من الساعة 9 إلى 12، ويتم متابعة الحالات عن طريق الروبوت اللي يربطنا باستشاريين مستشفى راشد في قسم الأعصاب. كل أثنين إحنا عندنا كذلك عيادة الصداع للحالات الجديدة، فطبعا هذا يخفف الضغط على مستشفى راشد، يوفر مواعيد بشكل أكبر حق المرضى اللي يعانون من الصداع، وهي تعتبر مبادرة جديدة من يعني من نوعها في المنطقة. عندنا كذلك زدنا في عدد عيادات الهشاشة، زدنا عدد عيادات الأنفذ والحنجرة والسمع، وبدأنا البارحة كان أول يوم في افتتاح خدمة حق الأطفال اللي عندهم كذلك فرط الحركة وفرط النشاط. البارحة كان عندنا أول عيادة في الفترة المسائية، وصلنا نستقبل بالعكس الأطفال ونقدر نوفر لهم استشارات نفسية للأهالي للأطفال. بالإضافة طبعا احنا زدنا عيادات كذلك الفحوصات، وزدنا الأنفذ والحنجرة، زدنا عيادات العيون، رفعنا عدد عيادات العظام، هذا كل الاستيعاب ما شاء الله العدد المتزايد في المركز. سؤال بعيد عن موضوعنا دكتورة، هل في كلية طب معتمدة بدبي؟ نعم، كليات طب معتمدة هي كلية دبي الطبية موجودة في الإمارات بشكل في الإمارات عام. في جامعة الإمارات موجودة، جامعة الخليج في عجمان موجودة، في الشارجة بعد موجودة. أيوة. طيب. موجود العلم في كل مكان. انزين نرجع حق مركز البرشة. طيب ابرز الامور اللي ها شو دكتوره 6 كليات تقول دكتوره وديعه من خارج الاستوديو موجوده حول الامارات 6 كليات. عموما نرجع لمركز البرشة دكتوره، ابرز الملاحظات اللي كانت تتيكم على المركز وكيف عالجتوها وشو اللي سويتوه؟ كانت أبرز الملاحظات طبعا هي ازدحام المركز ما شاء الله. احنا حاليا نغطي الناس الموجودين في منطقة البرشة والناس الموجودين في منطقة أم سجين إلى أن يتم بناء مركز أم سجين ما شاء الله إلى سيح الشعيب، يعني بعدنا احنا ما في مركز تابع لهيئة الصحة، فاحنا نغطي ما شاء الله يعني كمية كبيرة في هالسنة. احنا شفنا مركز مؤهل يعني بعد كذلك. أيوة. وما شاء الله يعني اللي شفناه هالسنة في المركز دخل المركز 181,000 حالة ما شاء الله. نعم على مدار السنة 21,000 منهم كان في الفترة المسائية. طبعا كانت أكثر الشكاوى هي ازدحام المركز خاصة في أيام المدارس مع طول وقت الانتظار أحيانا. عملنا مبادرات داخلية أساسا نقدر نقلل وقت الانتظار، زدنا العيادات وزاد كذلك الكادر الطبي. عندنا طبعا كاباسيتي بلانينج اللي هو سوينا تخطيط للمستقبل نشوف كم نحتاج إحنا من الكادر وقاعدين نزيد بناء عليه. وأحيانا بسوي إن شاء الله دكتور علي السيد وعدنا أن بتكون في صيدلية ذكية. نعم إن شاء الله هي واحدة من المشاريع المستقبلية. سلامة بدأ أول شيء في البرشة صح. وأيضا الحين ساهم في تقليل وقت الانتظار، طبعا وفر خدمات ذكية، ربطنا بالمستشفيات بشكل أكبر، سمعنا يعني كلمات إيجابية من كثير من المرضى بعد افتتاح برنامج سلامة. ممتاز ممتاز. دكتورة علي ممكن تقولينا أبرز الشهادات والاعتمادات الإنجازات الحقيقة مركز البرشة؟ الحمد لله مركز البرشة ضمن أكبر شبكة عالمية حصلت على اعتماد المنشآت الصحية اللي هو الجي سي آي إيه، كذلك حصلنا على المركز صديق الأمومة والطفولة، حصلنا على 7 شهادات آيزو منها واحدة استمرارية الأعمال. وطبعا كنا كذلك أكبر عدد من المراكز الصحية اللي تحصل على 7 شهادات. السنة هاي كذلك الحمد لله تم الحصول على 2 شهادات للآيزو اللي هم للابتكار وكذلك للجرين كلين اللي هي أول مرة تحصل في العالم اللي هي المراكز الصحية الخضراء. كذلك حصلنا على اعتماد من المجلس العربي للتخصصات الطبية كمركز معتمد للتدريب، تم تقييم المركز كذلك من نظام نجوم الخدمة كما تم تقييمه في المرحلة الثانية كمركز صديق لكبار السن. وإن شاء الله كذلك حصلنا على الاعتماد الكندي، بس احنا ننتظر الاعتماد الإعلان الرسمي عنه، والنسبة كانت ما شاء الله نسبة عالية. وفي إن شاء الله اعتمادات في شهر فبراير بيكون كذلك قادم اعتماد لخدمات ذوي الهمم وكذلك للزيارات المنزلية. والله خدمات ذوي الهمم شو بتسوون دكتور خبريني بشكل سريع يعني. طبعا خدمات ذوي الهمم حاليا هي موجوده بشكل كبير عندنا في المبنى، عندنا كذلك خدمات اللي هي التخاطب معاهم الموجوده في الاليفيترز، عندهم الاهم شيء اولويه الوصول بالضبط اللي يوصل من عندهم على طول يدخل هو له الاولويه. أيوة. بس بعض انواع الاعاقات او المشاكل الصحيه عندهم يجب توضيحها، يعني اذا شخص مثلا كان عنده مثلا اعاقه او مشكله في السمع نفضل انه هو يوضح لنا اياها، لان احيانا احنا ما نقدر نتعرف على بعض انواعها. فلما يعرفنا عليها مباشره نحصل على اولويه في جميع الخدمات. وهذا
الكلام نحن نوجهه للمستمعين أن يا جماعة الخير أحيانا إذا دخل واحد قدامكم هذا لنا له أولوية حسب القانون، أولوية أن رؤية الطبيب قبل الإنسان الطبيعي، كبار السن، كبار السن وذوي الهمم، وأحيانا يكون ذوي الهمم ما يكون واضح عليهم أي شيء، فأحيانا نلقى اعتراض من المتعامل، قد يكون الطفل شكله يعني الحمد لله طبيعي سليم بس عنده مشكلة بسيطة. فإحنا طبعا نقدم هذه الأطفال على أساس أن حتى نوفر لهم الراحة ونوفر لأمهاتهم الراحة ونبعد عنهم التضارب. يعني لا حد يقول واسطة وما واسطة ما في واسطة. هذا الكلام وبعدين يعني إذا أنا بقدم له الخدمة بشكل سريع أصلا ما بيتدمر أصلا إذا حد دخل قبله ولا بعده. فهذه شغلة، لكن هذه رسالة بعد أوجهها كذلك اليوم كنت أتكلم فيها معاكم على مسألة التأخير في التسجيل دكتورة. التأخير في التسجيل، هنالك إن شاء الله في أفكار جديدة راح تطرح في هذا المجال على أساس أن اللي عنده مواعيد سابقة بيكون فيه له تسجيل ذاتي إن شاء الله يا رب، واللي بيأخذ مواعيد جديدة يكون يروح عبر الأنظمة العادية. عموما أنا أبغى أتوجه لك بالشكر الجزيل دكتورة بصراحة، لأن أنت من المدراء المتعاونين جدا معانا في عكس صورة الهيئة بشكل سليم. إحنا شاكرين لك أنك تتخصصين هذا الوقت، كذلك الدكتورة ندى الملا أن تتواجد معانا في هذا البرنامج، وأنت بعد جيتينا بعد في هذا البرنامج، فكل الشكر لك. وأيضا شكرا لك دكتورة ندى، يعني شكرا لك يا محمود، شكرا للمدير الدكتورة علي رفيع لوجودها معنا اليوم، احنا رينا في سيارة واحدة بعد يعني هاي قمة المسكفاليس يسمونها. لا بالعكس، دور الدكتورة ندى فيها تبرز خدمات هيئة الصحة وتقدمها للجمهور وتجيب لنا آراء الجمهور، دور وايد مهم. صحيح، يقول حنا من مركز أم سقيم تحوي ملفاتنا للبرشة، أتمنى أن مركز أم سقيم لا يقل عن حجم ورقي وخدمات مركز البرشة، وتحية لضيفتكم البرنامج أم طلال الأميري. أم طلال يعني إن شاء الله تأكد أن دائما الشيء الجديد اللي بيطلع بيكون أحلى إن شاء الله، بيكون أصلا مبناي على ستاندر نحن وصلنا له، ما بيكون أقل من الستاندر اللي نحن وصلنا له أو إن شاء الله يعني المستوى اللي نحن وصلنا له. عموما شكرا يا أم طلال، شكرا لك الدكتورة علي رفيع مدير مركز البرشة الصحي. خذنا وايد معلومات عن ال 24 ساعة صح، وعن مركز البرشة بعد سوي عشان ما تقولين قصرت وياكم. انت قلت لي ما بتسأل وين السؤال، سألت كل الأسئلة زين لا لأن شفتك مستحية تسألي الدكتورة، خفتي يمكن. لا عشان اترك لك المجال انك انت تسال لا احيانا الواحد يعني ويا مديره ما يسال الاسئله اللي المحرجه، عرفتي؟ اها اوكي صحيح صحيح صحيح، لا فض فمك يا محمود. زين وقولي حق اختك ما تطرش لها مسجات. والله ما بخلي. جزاك الله خير دكتوره ندى، ولا ايضا كل الشكر لميره الخفلي، ميره تضحك. وشكرا لك ناصر محمد سعيد سليم، هذا خربط طيبي في اسم الريال بعد. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.